سنقوم الآن بتسجيل بطاقة المراجعة في التحليل والتعبير والقواعد للفصل الرابع الصف السادس الأساسي. ابدأي بقراءة النص لو سمحت يا هبة. الخبر الصحفي: فيزا بروجرامين سمحت بكشف تزن أكثر من 600 كيلوغرام كبار التاريخ الفوري، وقد تسجل رقما قياسيا على 100 جنيه. ذكرت صحيفة لوس لوس أنجلوس، نعم، هي عن مسؤول تنسيق السجلات القياسية في الجمعية العالمية لأسماك الصيد التي تتم من فلوريدا، مكرما تحديا لها جاك تيب قوله عن سمكة القرش الذئب الضخمة التي اصطدت كبار السحر هانتكتون. إنها قد تسجل رقما شكرا يا هبة، أكمل يا كامل. وأوضح في تيك أن الجمعية تطلب من المقدمين إلى أرقام قياسية جديدة. أرسل صور حول عملية الصيد وتحديد الطريقة التي استخدمت فيه والتأكيد من الميزان الذي استخدم لقياس وزن السمكة المصطادة وفق معايير جمعية، كما يطلب إليهم إرسال شهادة خطية لشخص واحد على الأقل ممن عاينوا العملية. شكرا يا كامل، أكمل يا جميل. من ناحية قال كينت ويليامز مالك متجر المعدات في كاليفورنيا إن السمكة قرش الصيد صيادون على متن قارب يقوده مات بوتر، مشيرا في منتجع لقاطعة كولوسا في كاليفورنيا. يذكر أن أكبر سمكة قرش مسجلة في العالم هي من نوع القرش الذئب، وتزن نحو 554 كيلوغرام، واصطيدت قبال الساحل في ماساتشوستس في تموز عام 2011. نعم، مصدر هذا الخبر الصحفي هو جريدة البناء نهار السبت 8 حزيران 2013. اقرأ السؤال الأول في التحليل يا علي. استخرج من النص مرادف الكلمات التالية: قبالت، مقرا، مرت، واستوت. يلا، ما معنى قبالت؟ في وجه. مقرا، مركزا، متن، جسم، واستوفت. اقرأ السؤال الثاني يا محمد. محمد علي. من الفقرتين الأولين الضاد ما يلي: محليا، العادية، سفهية، فرعيا، يعاري، والضخم. ما ضد محليا؟ محليا عالميا. ما ضد العادية؟ القياسية. شفهية؟ خطية. وفرعيا؟ مركزيا. يعارض؟ يوافق. الضخمة؟ الضخمة النحيفة. نعم، كلمة الضخمة لم ترد في النص من عندنا. اقرأ السؤال رقم 3 يا رزان. ماذا يشترط على الشخص ليعتبر شاهدا على عملية الصيد برأيك؟ يشترط على الشخص ليعتبر شاهدا على عملية الصيد برأيك؟ يشترط على الشخص ليعتبر شاهدا على عملية الصيد وتحديد طريقة لتصديق تجربة فيها وإرسال شهادة خطية لشخص واحد للعمل عاين العملية. أحسنت. أو نستطيع أن نختصر هذه الإجابات كلها، نقول يشترط في الشخص أن يكون ممن شهد على عملية الصيد ورآها. هذه الإجابة صحيحة والإجابة التي قلتيها صحيحة أيضا. اقرأ السؤال رقم 4 يا ملك. أين السمكة المصطادة؟ وجدوها؟ أين اصطيدت هذه السمكة؟ أين السمكة المصطادة يا ملك؟ السمكة المصطادة في بحر الساحل.
نعم، السمكة المصطادة قبالة ساحل كاليفورنيا، ما اسم المقاطعة التي اصطيدت فيها هذه السمكة؟ كولوسا. نعم، اقرأ السؤال رقم 5 يا سيليا لو سمحتي. كم يبلغ اسم السمكة عن أكبر سمكة مصطادة مسجلة على ما يساعد ذلك؟ يزيد وزن السمكة أكثر من 100 كيلو جرام عن أكبر سمكة مصطادة مسجلة، ويساعد ذلك على تسجيل رقم قياسي جديد. السمكة الأكبر سمكة مصطادة كم وزنها؟ أقوى سمكة مصطادة هلا وزنها 554. أكبر سمكة اصطيدت قبلها؟ اصطيدت قبل هو علي 600 كيلو جرام، والسمكة المصطادة الآن كم وزنها؟ 554. ارفع صوتك قليلا. 554 كيلو جراما. إذا أنقصنا 554 من 600 يبقى لدينا كم كيلو؟ 46 و40 كيلو جراما. إذا كم وزن هذه السمكة يا سيليا؟ كم وزن السمكة هذه التي اصطيدت؟ 600. الفرق بين السمكة المصطادة والسمكة التي سجلت الرقم القياسي. إذا 46 كيلو جراما. يساعد ذلك أيضا كما قلت الإجابة صحيح أن هناك رقم قياسي سيسجل من جديد. اقرأ السؤال رقم 6 يا شريف. النص تقرير صحفي، أين ينشر؟ ماذا يقول؟ برأيك أنت. النص ينشر في جزيرة بنا وينقل أخباره عن ما معنى جزيرة بنا؟ نشر، أنت قلت اسم الصحيفة التي نشر بها، أليس كذلك؟ يعني بشكل عام أين ينشر التقرير الصحفي؟ التقرير الصحفي وين بنلاقيه؟ أين نراه؟ في الجريدة أو في المجلات، في الصحيفة؟ ماذا ينقل؟ وينقل أخبار حقيقية. أخبار حقيقية أم غير حقيقية؟ ينقل حقائق. حقيقة، يعني كل الكلمات التي ترد في الخبر الصحفي أو في التقرير الصحفي هو يقول حقيقة أم رأي؟ حقيقة. ينقل الحقائق، ينقل الواقع كما هو. أكملي يا لو سمحت يا شهد رقم 7. ما اسم كاتب هذا النوع من النصوص؟ ما اسم كاتب هذا النوع الذي يكتب هذا الخبر الصحفي؟ ماذا يسمى الشخص الذي يكتب؟ كاتب هذا النص يعتبر صحفي. صحفيا أو ماذا؟ مراسل صحفي. الإجابة الأدق يا صحيحة إجابتك يا شهد، لكن الإجابة الأدق أن نقول مراسل صحفي. صح أن نقول صحفي، لكن مراسل صحفي إجابة دقيقة أكثر. السؤال رقم 8 جاد. أضع الجمل التالية في مكان المراسل داخل الجدول. نعم، في الجدول لدينا الحقيقة والرأي. ابدأ بقراءة الجملة الأولى. طيب، هذه الجملة تدل على حقيقة أم رأي؟ يقول لنا الكاتب أكبر سمكة مسجلة من نوع القرش الذئبة. حقيقة طبعا. الجملة الثانية اقرأها. السمكة في متجر بمقاطعة كولوسا. يعني وضعت هذه السمكة في متجر بمقاطعة كولوسا، هل هذا رأي أحد الأشخاص أم حقيقة؟ يقول أنها وجدت في متجر. حقيقة، أحسن. الجملة الثالثة حيدر. أكمل يا جاد. سمكة القرش تزن أكثر من 600 كيلوغرام. سمكة القرش هذه تزن أكثر من 600 كيلوغرام. هذه الجملة تدل على الحقيقة أم على الرأي؟ أحسن. الجملة الأخيرة يا جاد. تطلب الجمعية إرسال صور حول عملية صيد رأي
الجمعية تطلب إرسال حول عملية الصيد، أنت تقول أنها رأي، هي ماذا يا شهد؟ هي حقيقة، هذه حقيقة. الجمعية تطلب صور عندما نحن نصطاد أي سمكة أو نسجل رقما قياسيا في أحد الأشياء، تطلب الجمعية إرسال صورة لهذا الحيوان أو لهذه السمكة التي اصطدناها. إذن كل هذه الجمل هي جمل تدل على حقيقة. السؤال رقم 9 الياس. اقرأ يا الياس. أفضل المصدر من الأفعال الثانية متبعاً المثال. متبعاً المثال. نسق. نسق. تنسيق. المصدر من فعل نسق تنسيق. كلمة تنسيق هي اسم، هي مصدر من فعل نسق. أكمل يا الياس. عاين. عاين الفعل، المصدر منه معاينة. أوضح إيضاح. تستطيع أن تقول لي من فعل أرسل ما هو المصدر؟ من يعرف؟ علي. إرسال. أحسن. حدد الياس. تستطيع أن تقول لي ما المصدر من فعل حدد؟ أحسن. عاين. ما المصدر من فعل عاين؟ من برفع اليد؟ لم أسمع برفع اليد. كامل. كلا. تعيين. أحسنتي. ابدأ بقراءة السؤال الأول في القواعد يا محمد وطفة. يلا محمد ابدأ بالقراءة. أضع. أضع خط تحت الأسماء الخمس. أضع خطا تحت الأسماء الخمس. أخاك في التحضير. لحفلة استقبال حموك. توقف هنا. أين مر معنا اسم من الأسماء الخمسة؟ أخاك. أحسن. وحمك. أكمل القراءة. وهو رجل. وهو رجل ذو علم. ذو علم. ومقام رفيع. ومقام رفيع. أين ذو؟ أحسن. ذو هو اسم من الأسماء الخمسة. أكمل يا ماجد. هنأ. هنأ أبوك النجحين في الامتحانات. أبوك هو اسم من الأسماء الخمسة. أحسن. أكمل. وأعطى أبوك شهادة تقدير حصوله على تفوق. على تفوق. أكملي يا شاهد. شكرا يا ماجد. أخوك هو اسم من الأسماء الخمسة. أحسنت. يلا شهد أكملي الجملة. ذي هي اسم من الأسماء الخمسة. أحسنتي. أكملي الجملتين المتبقيتين. التقيت حما أختك بارحة. حما أختك. أحسنتي. أختك كلا، بس أخ لكن الأخت كلا. يبهجني سماعي إلى معك. فيك هي اسم من الأسماء الخمسة. أحسنت. أكمل القراءة. السؤال رقم 2 يا جميل. حول كل ما يصح تحويله ثم إلى الجمع. الجملة الأولى. حصل أبوك على تكريم بسبب نجاحه في عمله. حصل أباك على تكريم. أبوك. كيف نحول كلمة أبوك إلى مثنى؟ أبويك. هدوء. أبويك إن كانت مجرورة. هل هذه الكلمة مجرورة؟ إذن ماذا قلت يا جميل؟ أبواك، لأنها منصوبة وهي اسم من الأسماء الخمسة، تصبح أبواك. على تكريم بسبب نجاحهما في عملهما. صحيح. الجمع.
حصل أبويكم أبويك أباؤك أباؤك على تكريم بسبب نجاحهم في عملهم. أحسن. الجملة الثانية يا كامل. أخوك هو طبعا متقلب. نعم. المثنى. أخواتك كلا ذو ذو ذوا. نعم نزيد لها ألف الاثنين ذوا. طبعتين كلا طبعين. طبعين نستطيع أن نقول طبعين ونستطيع أن تبقى طبع متقلبين. إذا نستطيع أن نتركها طبع. نعم طبع متقلب. الجمع لا أخواك أنت تقرأ الآن الجمع. أخوك كماذا تصبح في الجمع؟ أخواك اثنان ألف الاثنين ست. إخواتك نعم إخواتك هدوء. إخواتك إخواتك ذو ماذا تصبح؟ مش ذو اثنان و اثنان و ذو 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 ذا و و و ذو. لا نستطيع أن نقول طبائع أو أطباع ونستطيع أن نبقيها طبع متقلب. فينا نخليها مفردة. السؤال أو الجملة الثالثة. الجملة الثالثة يا رزان. هذا الطفل يلعب باستمرار. في المثنى. هذا الطفل يلعب باستمرار. أحسنتي. جمع هؤلاء الأطفال يلعبون باستمرار. أحسنتي. الجملة الأخيرة يا حيدر. جاءت. جاءت الفتاة التي كانت في المسابقة. أحسنت. المثنى. جاءت الفتاتان اللتان في المسابقة. نعم. الجمع صحيح. جاءت الفتاة اللواتي فزنا. فزنا في المسابقة. نعم صحيح. السؤال رقم ثلاثة اقرأ يا علي في القواعد. ألف ثلاث جمل فيها اسم إشارة اسم منصور واسم الأسماء الخمس. أعطيني جملة واحدة فيها اسم إشارة يا علي لو سمحت. هذا الصبي ذكي. هذا الصبي ذكي ممتاز. أعطيني يا جميل جملة فيها اسم إشارة. ساعد أبوك ولد صغير. أين اسم الإشارة؟ أنت وضعت اسم من الأسماء الخمسة لم تضع اسم إشارة. شريف اسم إشارة؟ نعم في الجملة الأولى. أحسن. أعطيني جملة فيها اسم موصول. من يريد أن يعطي جملة فيها اسم موصول؟ شهد. أحب الذي يشارك في جميع الألعاب. أحسنتي. أحب الذي. الذي اسم موصول. من سيعطيني جملة أيضا؟ محمد علي. هو الذي ضربك. هو الذي ضربك ممتاز. جميل أعطيني جملة فيها اسم من الأسماء الخمسة. أبوك هو أبي أيضا. أبوك هو أبي أيضا ممتاز. أبوك اسم من الأسماء الخمسة وأبي. هل أبي اسم من الأسماء الخمسة؟ كلا. 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 لماذا كلا؟ لأنها لم تضاف لكن وضعنا معها الياء. ما هي الياء؟ الياء هو ضمير متصل. ضمير متصل يعني أضيفت. أضيفت يا كامل لكن أضيفت إلى أي ضمير؟ الياء. ياء ماذا؟ ياء المتكلم. ياء المتكلم إذا أضيفت إلى اسم من الأسماء الخمسة هل تعتبر من الأسماء الخمسة؟ لا. كلا. تعتبر الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة إذا أضيفت إلى كل الضمائر ما عدا ياء المتكلم. اتفقنا؟ أعطيني جملة يا سيليا أخيرة فيها اسم من الأسماء الخمسة. هذا هو أخو الصبي. هذا هو أخو الصبي.
كلمة أخو أضيفت إلى كلمة الصبي، لذلك هي اسم من الأسماء الخمسة. أحسنتي. أنا وضعت هذه الجمل، الجمل التي كتبتموها أنتم كلها صحيحة. اقرأ هذه الجمل يا حيدر. اسم جبل مرتفع وعظيم. نعم. اسم موصول، الجملة التي فيها اسم موصول اقرأيها يا رزان. ما خسر من تعب من أجل عائلته. أين الاسم الموصول هنا يا محمد وطفة؟ أين هو يا هبة؟ من هو اسم موصول أيضا، لا تنسوا. من وما هما اسمان موصولان، لكن إن أتى ما في أول الجملة هل يكون اسم موصول؟ ماذا يكون في أول الجملة؟ ما اسمك مثلا؟ ما هل هي اسم موصول؟ ماذا تسمى هنا ما؟ ما اسمك؟ أداة استفهام. نعم. اقرأ الجملة الأخيرة يا ملك. اسم من الأسماء الخمسة أبو كريم، لجل محترم. أين الاسم؟ أين الاسم من الأسماء الخمسة؟ أبو. إلى ماذا أضيفت؟ كريم. أبو كريم أضيفت إلى كريم. السؤال الأخير، اقرأ يا جاد. أعلم ما تحت وخط، قصد أبو سالم الشقيقة ليلتقي أخاه. ليلتقي أخاه، قصد وفعل ماضي. أعرب لي أبو يا جاد. أبو سالم. كلا، أبو. هدوء. جاد فكر. نعم، فاعل مرفوع. ما علامة رفعه؟ نعم، أحسن. سالم. أبو سالم. وهو مضاف، لا ننسى أن نقول وهو مضاف لأنه أضيف له اسم. أكمل يا جاد. هو مضاف، الكلمة التي تليه ماذا تكون؟ نعم، ما علامة جر المضاف إليه؟ أحسن. ليلتقي أخاه، أعرب لي كلمة أخاه. رزان. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنتي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى ماذا أضيف؟ والحاء ضمير متصل قبل الواقع في محل جر بالإضافة. أحسنتي، في محل جر بالإضافة لأن الهاء أضيفت إلى اسم. اقرأ الجملة الثانية يا كامل. خذ الحكمة من ذي الخبرة في الحياة. خذ الحكمة من ذي الخبرة في الحياة. اسم مجرور بحرف جر وعلامة. بحرف الجر من؟ من وعلامة. لا مش من، أنا عم بسأل. من بحرف الجر من. وعلامة جره الجاء لأنه من الأسماء الخمسة. والخبرة ذي الخبرة. أحسن. ممتاز. الجملة الأخيرة اقرأيها يا شهد. تدفقت كلمات الشعر من فيه الشاعر. فيه، ماذا نعرف كلمة فيه؟ أحسنتي، شكرا لك يا شهد. أكمل يا سيليا. الشاعري، فيه الشاعري. كلا، فيه الشاعر. قلت أنت والهاء، أليس كذلك يا شهد؟ جر بالإضافة. أكمل يا سيليا كلمة الشاعر، فيه الشاعر. ممتاز. كلا، فيه الشاعر. نعم، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.